you <music> أهلا بحضراتكم اليوم نتوقف مع أحد أعلام دولة التلاوة في مصر من الجيل الأول والرعيل الأول وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني الشيخ محمد فريد ربما لم يصلنا من تلاواته ومن تراثه إلا القليل ربما لأنه توفي في سن صغيرة في الثلاثينات من عمره وسبب آخر لتوتر العلاقة ما بينه وما بين الإذاعة المصرية ولكن الحمد لله قد وصلنا بعض من هذه التسجيلات النادره اليوم نتوقف مع فضيله القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني في مصر دوله التلاوه يوم صوتا من اصوات النور. صوتا اشتهر بنبرته الحزينه التي جعلت بعضهم يطلق عليه الناي الحزين. هو احد اعلام الرعيل الاول لدوله التلاوه ممن وضعوا حجر اساس المدرسه المصريه الاصيله. رحم الله الشيخ محمد فريد السنديوني الناي الحزين. وبرحب بفضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه اهلا بكم صاحبي اهلا وسهلا بمهر. أهلا بحضرتك اولا ايه هو مفتاح حياه او مسيره الشيخ محمد فريد السنديوني رحمه الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه يعني النهارده نتكلم عن شخص عظيم لكنه لم يمكث في حياتنا كثيرا يعني انتقل الى رحمه الله تعالى وهو زي ما بيقولوا في عز شبابه لان فضيله الشيخ عبد العظيم ابن حسن السمني مولود في قليوب في قريه من قرى قليوب ولد الشيخ عبد العظيم سنه 1916 عبد العظيم ولا محمد فريد ايوه ما هي دي بقى ايه قصه سني ولا سنديوني <تصفيق> ايوه <تصفيق> كل دي حاجات هنقولها دلوقتي لكن هو اسمه اللي في شهاده الميلاد مم. اللي هو منسوب فيه ابوه مم. هو اسمه عبد العظيم وابوه اسمه حسن وهم العيله عيله السمني يبقى عبد العظيم حسن السمني عبد العظيم حسن السمني بقى ده اسمه أوه. الحقيقي بقى محمد فريد السنديوني هنشوف بقى ده زي <applause> ايه اسم الشهره طبعاً. واسم اللي, اللي تعامل بيه فنيا وقرانيا مه. فهو 1916 شرف الشيخ عبد العظيم العالم وولد 1916 لكن للاسف مات 1955 اه 55 يعني عنده 39 سنه بالظبط يعني ما 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 اتحش ليه الفرصه اللي نقدر نتمتع بيه وبتلاوته وبصوته وبدراسته وبحفظه وبكل المنظومه اللي كان بيمثلها. هو لما كبر شويه كان فيه شبه من الزعيم محمد فريد. م. يعني شكله م. لما على البداهه كده تقول الله محمد فريد ده ولا ايه؟ نفس الهيئه بتاعته كده. آه. محمد فريد كان شغال بالقضاء م. م. حقوقي. وهو تلميذ مصطفى كامل والنائب بتاعه في الحزب الوطني القديم اللي أنشأه مصطفى كامل علشان يقاوم بيه الاحتلال فلما كنت تشوفه كده على طول تقول ده محمد فريد يا أخويا ولا إيه فهو أطلق على نفسه هذا الاسم محمد فريد وكان يحب بلده قوي فبقى محمد فريد السنديوني إشارة إلى تعلقه ببلده وافتخاره بنسبته إلى تلك القرية التي ساعدت كثيرا في إخراجه أبوه بابا بعت الكتاب قعد عشر سنين حفظ وهو عنده عشر سنين حفظ بقينا دلوقتي 1906 20 بعد 16 و سنين يبقى 26 عندي شيخ يعني كان راجل جليل ومحفظ و... و... متقن وكمان يعرف الاحكام اسمه الشيخ محمود ابو زيد في قليوب يعني الدنيا كانت مليانه وكانت الكتاتيب بتقوم بدور كبير جدا في تلاوه في مصر في انشاء دوله التلاوه اللي احنا بنتكلم عنها لازم زي ما قلنا في حفظ في تثبيت او تثبيت وبعدين في احكام وبعدين في قراءات راح درس القراءات على واحد كان اسمه الشيخ صالح يكتبوها يقولوا البازرجي بس هو اليازرجي من اليزرجة واليزرجة دي حاجه فلكيه يعملوها ومنسوب اليها اليازرجي الشيخ صالح اليازرجي ده كان من كبار علماء القراءات وعلمه وأعجب به برضه وابتدى يدفعه إلى الانتشار أكتر احنا دلوقتي بنتكلم في ال ال العقد الثاني من من حياته من 10 ل 20 وداخلين دلوقتي مم. على 36 وكده لانه هيبقى عنده عشرين سنه مم. اتعلم القراءات ونزل القاهره واتصل حينئذ بالناس المتصدرين بقى في الموسيقى ودرس الموسيقى درس الموسيقى على اصولها يعني راح المعهد وقابل الاساتذه كان عنده صدقات وزيارات وتعليمات من محمد عبد الوهاب. لأنه يعني كان عايز يبقى مطرب ولا يبقى قارئ او منشد في البدايه؟ اساسا اساسا هو عايز يتعلم المزيكا علشان القران. لكن صوته رهيب وودنه أرهب فهو لما درس الموسيقى أحبها مين معاه محمد عبد المطلب لازم محمد عبد الوهاب لازم برم التونسي برم التونسي كان في أول حياته يعني نسي نفسه شوية وما كانش يعني وبعدين تصوف وراح حج وراح كتب بقى الرائعه بتاعته اللي هي مكه وفيها جبال نور الى اللي هو بيقول فيها ناداني لبيته لحد باب بيته شوف الجو ده محمد عبد الوهاب ابن سيد الشعراني محمد عبد المطلب ابن سيدنا الحسين بيرامي التونسي اللي, اللي, اللي يعني رجعه إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي بقى بالحاجة اللي هي كان شوقي يقول أخافوا على العربية من بيرم لأنه الكلام بتاعه سهل كل الناس دي هي وغيرهم محمد فريد السنديوني اللي هو حقيقته عبد العظيم حسن عظيم. يعني كان بيصاحبهم ويدرس ودرس المزيكا كويس قوي جينا بقى في سنة تسعة وثلاثين اذاعه فتحت 34 34 ده يبقى عنده كم سنة عنده 18 سنة لسه ما, ما, ما خلص جه بعد خمس سنوات يبقى بقى عنده 23 كبر بقى وبقى راجل فراح إيه بقى راح يتقدم للإذاعة كمطرب كمطرب في البداية اللي هي أنت بتدور عليها دي ها كمطرب والاذاعه هنا القاهره بتاعت احمد سالم الله يرحمه هنا القاهره والمطرب تسمعون تستمعون الى المطرب محمد فريد السنديوني. بعد شهرين هنا القاهره تستمعون الى تلاوه مباركه من فضيله الشيخ محمد فريد السنديوني. حصل تحول. بعد الشهرين نعرف السبب طيب بعد الفاصل؟ نعرف السبب بعد الفاصل ارجو حضرتك وارجوكم خليكم معانا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا فضيله الشيخ محمد فريد السنديوني المقامات والانتقالات النغميه المستحيله الصعبه هذا الرجل صوت عميق يبدا بقرار بات يصعد للرابعه يرتكز على رست ولا يطل فيه ولكن سرعان ما ينتقل الى شقيق الرست مقام النهاوند طب لماذا النهاوند على نفس الدرجه مع الرست هل هذه قاعده موسيقيه نعم قاعده موسيقيه من اين اخذت من الترتيب القراني الرست يعبر عن البشرة النهاوند دائما تذهب اليه افكار القراء في وصف الجنه لانه مقام حالم وناعم فمطيع فلهذا نجد أن النص القرآني البشرة ثم تليها وصف البشرة إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواب فلا بد القارئ بعد أن يبشر أو يذهب إلى مقام الرست تلقائي سيذهب إلى مقام النهواند الشيخ محمد فريد السنجوني كان عبقري نغم نقول ببساطة درس علم النغم بتمكن وتميز حينما يذهب الى مقام النهاوند يعلم جيدا ان هذا المقام هو اكثر المقامات فروعا فينتقل ما بين النكريز والنكريز مقام صعب جدا ولكنه يقوله ببساطه وهذا نموذج لمقام النكريز وضرب لنا مثلا ونسي خلقه «قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهَيَ رَمِيمٌ» الشيخ محمد فريد السندوني بحق نقول وبكل بساطة: ملك المقامات. هنا ومن بين الاراضي الزراعيه الخضراء في سنديون بمحافظه القليوميه عاش الشيخ محمد فريد السنديوني بين حقول المزارعين حفظ السنديوني كتاب الله عز وجل بكتاب قريته الريفيه حيث اصبح واحدا من اعلام مصر دوله التلاوه. برحب بحضراتكم مره اخرى وبجد الترحيب بفضيله الشيخ علي محمد. اهلا بحضرتك مولاناً. مولانا اهلا وسهلا اهلا وسهلا صاحبي الفضيله. نرجع تاني للتحول اللي حصل للشيخ عبد العظيم حسن الشهير بمحمد فريد السنديوني. نعم طيب حضرتك تفضلت وقلت قبل الفاصل ان هو يا دوب قعد شهرين. تم اعتماده كمطرب بدا نعم. يطلع كمطرب شهرين وتحول الى القارئ القارئ محمد فريد السنديوني الناس إسر... اول ما سمعته هو قارئ اتجننت قالت لا ده حاجة كبيرة قوي في القراءة وهو ده قارئ فوجد نفسه في القراءة أكثر مما وجد نفسه في الغناء وهو دارس مزيك وحافظ ودارس قراءات على الشيخ صالح ومن الحكاية كلها مهيئة لدرجة أنه لما طلع باسم محمد فريد السنديوني الناس تكلمت بأنه ده اسم مستعار مم. ده اسم شكله كده فني يكونش كان ناوي يا مولانا يمشي محمد فريد في سكه التلاوه وعبد العظيم حسن في سكه الغناء ما حصلش بالطرفين يعني ما حصلش هو <applause> تقدم هنا باسم محمد فريد وهنا باسم محمد فريد ما فكرش التفكيره دي لا مم. هو انبهر بالموسيقى جرب الغنوة فمشيت معاه قالوا له لا ده انت في القراءة أحسن رجع للقراءة انبهر بالقراءة يعني هو من نفسه لا هو حس حس بأنه هو كمقرئ أجود منه كأمطرب كأمطرب كمطرب, كمطرب. ف وبقول لك اللي حواليه ناس ممن يعشقون القراءه محمد عبد الوهاب كان في لجنه الاستماع برم التونسي عائد إلى الله في ناداني لبيته مم. محمد عبد المطلب بيصلي الفجر والعشاء كل يوم في سيدنا الحسين يعني في جو مش مضاد لل في هذا الوقت ما هو ما فيش ضدية أه. لل الدين ولا يعني. ولا الـ ولا الـ الالتزام ده فالمهم الحاصل انه آآ آآ قعد بقى يقرا حوالي بتاع ثلاث سنين كسر الدنيا مين يتصل بيه الجماعة بتوع الشرق الأدنى اللي كانوا بي 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 بعينيهم على قراء مصر في القدس هناك في فلسطين, في فلسطين وفي يافا وكذا إلى آخره عشان يجي عندهم هناك ويقرأ فذهب إلى فلسطين وإلى يافا من سنة واحد وأربعين إلى سنة 48 لما حدث الاحتلال الصهيوني المعروف والحرب وما حدث النكبة السبع سنين لما غابهم غابهم من غير إذن يعني احنا اعتمدناك وعطينا لك صورة وإقرأ يوم كذا وفي فجر يوم كذا فخد بعضه ما يعرفش انه لازم يبلغ الاذاعه يعني. اه علشان آه. يعلق مكانه الى ان يعود او شيء من هذا القبيل فالجماعه بتقول اذاعه زعلوا يعني احنا ما ناخدش خبر ونسمع صوتك هنا وهنا وهنا, <applause> وهنا مجلجل وبعدين احنا يعني ما تقولناش السلام عليكم زعلوا فلما جه بقى ورجع سنه 48 راح للاذاعه عشان هو معتمد عايز يرجع بيته بعد كده آه. فقالوا له لا يا حبيبي ده انت لازم تعيد الاختبار فزعل قوي هو مواليد قلنا ايه 16, 16. ابتدى يقرا مم. من و من 26 26 واحنا دلوقتي في, في 48 واربعين يبقى 22, 22. سنه قاعد يقرا مم. يعني قارئ قديم يعني 22 سنه قاعد فاجتمعت اللجنه تفضل اقرا فراح مغني لهم واخد بالك يعني زعل زعل وقال لهم راح داخل في الغنى فالناس يعني ايه يا مولانا؟ احنا بنقول لك اقرا ما تيسر علشان قال لهم لا انا اختبر بعد 22 سنه من تلاوتي اللي اللي اللي, اللي العالم مش ده نوع من انواع الاهانه ليا انكم تعملوا وبعدين انا راجل معتمد عندكم بالظبط كده ومختبر عندكم وانا راجل دارس دارس الموسيقى ودارس القراءات وحافظ كويس وقاعد انا وانا كنت بلعب في السبع سنين انا كنت في يافا اقرا كل يوم وبالساعات فما ما يناسبش ليكم الا ان انا غدني. اعتراضا على اعتراضا على, على عدد اختبار اختبارات هذا يعني. إزداد زعلهم واعتبروا انه دي نوع من انواع يعني الاهانه ليهم هم بقى فقالوا له لا احنا كده انت ايه ما اختبرتش احنا لازم نختبرك وتجتاز فراح عمل حاجه غريبه عجيبه مما يدل على ان نفسيته عزيزه عليه يعني في في الحكايه دي راح فتح قهوه اعترض بقى على الشغل كله على الشغل كله وفتح قهوه وفتح قهوه تانية في شبرا الخيمه فتح قهوتين قهوه قريبه هنا كده وقهوه في شبرا وبقى يقرأ ما تيسر في القهوه للحاضرين يقرا في القهوه للحاضرين اه زي الحكواتي كده مثلا زمان اه يعني بدل آه. ما يسمع ما تسمعوني في الراديو آه. هتسمعوني هنا في القهوه <applause> وظل هكذا مم. يقرا في القهوه لرواد القهوه الى ان مات مات سنه الله. كام مات سنة 55 م. والعمر 39, 39 سنة فالشيخ السنديوني الحقيقة بقي بعد ما رحل وبقي مؤثرا لأنه سبب البقاء هذا أولاً أنه كان مخلصا وثانياً أنه كان دارسا للمقامات وللموسيقى وتبحر فيها وثالثاً وهو الأهم أنه كان حافظا جيدا عالما جيدا مم. قارئا جيدا يعني يعني القراءات كان متمكن منها مم. تمكن مم. شديد على إيد الشيخ صالح اليازر بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور علي شكرا لك شكرا لحضرتك الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. سورة الدخان تمنع من أهوال القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرا حاميم الدخان في ليله اصبح يستغفر له سبعون الف ملك وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حاميم الدخان في ليله الجمعه اصبح مغفورا له